القادم في هذه اللحظات والحاضر المشارك القادم هو أو منقية مركيات المحمد بن عبد الله بن محمد العتيبي برقم 4563 حاضر بسلالات مختلفة منها غرنوق بن عويفي الباتري وأيضا عليان الأمير سلطان بن محمد ورع عاد ولد عجلان بعير الأمير خالد بن فيصل وغرنوق ولد عليان كذلك بعير الأمير سلطان بن سعود وطيحان بن وديد حاضر بإيجار بكرة وقعود من عبد الله بن مبارك الدبوس وهي ما بين عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي وكذلك محمد بن عبد الله العتيبي الحاضر والمتواجد برفقة شقيقته في منصة الملاك وأيضا يشير بالرقم واحد للجماهير و لمحبين مركيات وهذه المنقية الغنية عن التعريف بهذا الحضور في هذا اليوم اكتمل عقد المنافسة اكتمل بحضور مركيات بعد ان حضرت الراجحات. نعم حضور الجنرال عبد الله بن محمد العتيبي في لون الحمر بندر وسبق ان ذكر قال انا ما راح اغيب على المهرجان حتى لو بعت النوادي وبعت عشر من المنقية الأولى بأحضر منقية جديدة وسبق وكان مصرح في صالة الملاك يقول أنا راح أجمع دق على النوع والصنف والرونق قال لي أنا أبغي وأطلب وراح أحضر وأنافس وتشوفون حضورها حضر اليوم مركيات وهي مشاركة باسم محمد ابن الجنرال عبد الله تحمل عدة سلالات متواجدة معنا اليوم فيها اسم سلالة غرنوق بن عويفي وغنوق بن عويفي اللي هو الفحل غياثة غني عن التعريف محقق المركز الأول في الشوط الفحل وإنتاجه في الشعل النسخة الماضية هو مرشح على الأول نسخة هذه حاضر أيضا بسلالة الباتلية حاضر أيضا بسلالة عليان اللي هي سلالة اللي متمسك بها الأمير سلطان بن محمد وهي من أقوى السلالات في التلات حاضر أيضا سلالة رعاد ولد عجلان بعير الأمير خالد بن فيصل وحاضر واللي هو اللي اشتراها من سعد بن دهيمان السبيعي اللي دائما يحقق ارقام متقدمه مهرجان الملك عبد العزيز في النسخ الماضيه في اشواط التلات ايضا حاضر ايضا بسلاله غرنوق ولد عليان بعير سلطان بن سعود وحاضر ايضا بسلاله من اقوى السلالات سلاله طيحان بن وديد وحاضر ايضا بقعود محقق المركز الثاني في شوط القعدان الحمر قعود عبد الله بن مبارك الدبوس وحاضر ايضا بكره وهذه كلها جار من الدبوس سنتين قعود وبكره حضور الجنرال وابنه هذا الحضور القوي غير مستغرب عليهم وقال انا ببيع الحلال اللي انا والنوادر لتنومس بالسنوات الماضيه وراح احضر السنه هذه بحلال جديد راح اجمع منقيه واحضرها وبحضر النسخه هذه والنسخه الثانيه القادمه راح اكون حضوري اقوى من الحضور هذا. هذا الحضور لا يستغرب على الجنرال وحضور أيضا كذلك ابنه في هذا اليوم مع هذه المنقية التي تحضر محمد بن عبد الله بن محمد العتيبي الحاضر في هذا اليوم الحاضر في منصة الملاك والمتواجد في هذه المنافسة التي تشهدها جائزة الملك عبد العزيز في شوط شلفة ولي العهد في هذا اليوم مع هذه المنافسة اختلاف الألوان واختلاف المنافسة في جميع أشواط جائزة الملك عبد العزيز مركيات الحاضرة في هذا اليوم الحاضرة بقوة من أجل المنافسة حاضرة بسلالات عدة غرنوق بن عويفي الباتري وكذلك عليان الأمير سلطان بن محمد ورعاد ولد عجلان بعير الأمير خالد بن فيصل وكذلك غرنوق ولد عليان بعير الأمير سلطان بن سعود وكذلك طيحان بن وديد سلالات عريقة وسلالات كبيرة تحضر في مركيات في هذا اليوم لتحضر بهذه القوة لتكمل لنا مسيرة المنافسة والتحدي في شوط شلفة ولي العهد في لون الحمر حضرت مركيات وتواجدت في ميدان العرض حضرت وتواجدت أمام أعضاء لجنة التحكيم لتودع ميدان العرض ونرحب بمشاهدة